السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا متابعينا متابعين قناة أثاث الثقة والمتابعين تاعنا عبر الفيسبوك عبر الإنستغرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي هو فيديو خاص بغرفة نوم لارين 2 اللي كامل تعرفوها بيان سور واللي راهي دايرة بوز كبير. يعني نشكروا كامل اللي اتصلوا بينا على جالها ونشكروا ثاني اللي اقتنوا هاد لاشون براكوشي ونتمنى لهم الهناء في حياتهم. بون خاوتنا كي درنا لكم هاد لاشون براكوشي بعد ما صرى عليها طلب كبير قررت أثاث الثقة انها تدير تخفيض ونخلو السعر مفاجأة في اخر الفيديو. الان خاوتنا نعرضوا هاد لاشون براكوشي اللي مازال ما شافوهاش. هاد لاشون خاوتنا فيها 3 بورت كوليسونت كما راكم تشوفون. نبداو بالارموار كالعاده كالعاده خاوتنا الترتيب تاعنا هو نبداو بالارموار وما نروحو لولي لي دو طاب دو نوي ما نروحو لاكوفيز. بون نبداو بالارموار خاوتنا اللي فيها 3 بورت كوليسونت ثلاث ابواب منزلقه كما راكم تشوفوا. نبداو بالشكل الخارجي تاعها اللي فيها 3 سبوت الفوق يشعلوا بالبيج، وعندكم في الوسط الباب الاوسط فيه هذا لي موتيف اللي خرجوا روعه معها الله يبارك بلون بالدوري، معها ثاني هذا الموتيف ثاني جاي بلون مكاسي بالدوري. في الوسط خاوتنا في الباب الاوسط عندكم ليد يشعل بالبيج، ثاني خاوتنا عندكم موتيف هنايا، ومن تحت خاوتنا عندكم سبوت اللي تشعل ثاني بالبيج الله يبارك، وعندكم ثاني من اسفل دو تيروار اللي كالعاده غرف النوم اللي من صنع اثاث ثقه دائما الرايه يمشوا بالرايه تركيه. هذا هو الشكل الخارجي اللي خرجت روعه الله يبارك. البيبان تاع اليسار وتاع اليمين فيهم هذا لو موتيف، هذا لو موتيف اللي مودرن ويقعد توجور موتيف سامبل. حنا دائما في الشومبر تاعنا ناكدوا على لا سامبليسيتي وناكدوا على حاجه تكون مودرن، يعني نمزجوا بين لا سامبليسيتي والحاجه تكون مودرن باش الموديل كي تشلوه ان شاء الله من عندنا ما يموتلكمش مع الوقت. ندخلوا للارموار من الداخل. من الداخل خاوتنا واش عندكم؟ نبداو بالباب الايسر. على اليسار خاوتنا عندكم 4 لي زيطاجير، كما راكم تشوفوا خاوتنا 4 لي زيطاجير تسمى 5 دفات. والداخل خاوتنا نظمنا لكم انه تكون مفينيا كيما في الخارج بيان بلون كيما راكم تشوفوا، والوسع بين لي زيطاجير. ولا بروفوندور خاوتنا تاع من لي طاجير للداخل هو 60 سنتيمتر، 60 سنتيمتر يعني في لي نورم تاع الكتاف تاع الانسان. نروحوا للوسط خاوتنا، الوسط خاوتنا اللي خدمناها الكومبليت ساعة. عندكم ايطاجير بلوس من ديرو راتنقل تاعكم وبليت ساعة خاوتنا كيما راكم تشوفوا لوسع الداخل. نروحوا للباب الايمن على اليمين عندكم ثاني كاتي طاجير تسمى 5 دفات. بعد ما شفنا الارموار خاوتنا اللي خرجت شابه بزاف الله يبارك، معليش نزيدو نضربو عليها نظره عامه باش تشوفوها اكثر واكثر. نجيسيو الباب الوسطاني باش تبان الشكل تاعها. بون هذه هي الارموار تاعنا اللي خرجت روعه. الزجاج تاعها خاوتنا ماشي هذاك الزجاج العادي، زجاج برونز شغل فيلتر خاوتنا الله يبارك، خرجت ما شاء الله مام في لي موتيف تاعها بالزجاج برونز، ما فيهاش بزاف الزجاج، جات متقونة الله يبارك. بعد ما عرضنا عليكم الارموار نروحوا لولي تاعها. لولي تاعها اللي درناه لا تيت دو لي لي كابيتوني بالانتيطاج، كابيتونج تاعها انتيطاج اي طاشه تمسحوها عادي ماشي مشكل كاع. ودرنا له هذا الموتيف اللي تشوفوه ثاني في لا طاب دو نوي، تشوفوه في الارموار، تشوفوه في لاكوافيز اللي راح نولوا ليها ان شاء الله اللي خرجت ثاني روعه الله يبارك. خاوتنا وحبابنا
لولي تاع لا شومبرا كوشي فيه 1.60 على 1.90. وخاوتنا اللي عندهم الطول تاعهم اللي طويل الله يبارك نقدروا نخدموا لهم حتى 2 متر 2 متر طول. وهذا لولي كابيتوني لي 4 كوتي. نروحوا لاطاب دو نوي تاع لا شومبرا كوشي اللي خرجت ما شاء الله، خاصه خاوتنا الاولاد تاعها اللي زاد فيها النص، خاصة في النظرة الليلية اللي راح نشوفوها مع بعض. لطاب دو نوي اللي ثاني فيها موتيف هنا بالدوري، فيها قاعدة زجاجية بزجاج برونز، ما مزجاج تاعها لهنايا بالبرونز بيان سور. اللاد تاعها اللي جاي سوفت الله يبارك، هذاك اللاد الناعم ماشي اللاد القوي اللي يعمل لكم عينيكم برك، يعني اللاد شباب. وفي الوسط فلاتي دولي خاوتنا كيما العاده موتيف يشعل باللاد بيج. نروحو خاوتنا لاكوافيز، لاكوافيز تاع لا شومبرا كوشي اللي خرجت روعه كي العاده. الموتيف متناسق خاوتنا متناسق، شوفوا التناسق بين هذا الموتيف اللي ما فهمونيش، هذا الموتيف راكم تشوفوا فيه لهنا سيبوه في طاب دو نوي فلولي وفي لاكوافيز. لاكوافيز تاعها درنا لها لهنايا كابيتوناج بالانتيطاج تاعني، ودرناها بلون كاسي بالدوري بهذا الموتيف دوري كي العادة بالخشب الاحمر. فيها طروا تيروار بالرايه، وفيها هنا قاعدة زجاجية خاوتنا بزجاج برونز. شوفوا خاوتنا هنا ثاني في ليكوتي هذا زجاج برونز وهذا زجاج عادي باش الانسان يشوف روحو على الحقيقة. بيسير خاوتنا السعر تاع هاد لاشومبرا كوشي درناه لكم سعر اكثر من خيالي، ما فينا نقول لكم سعر خيالي، هذه اكثر من سعر خيالي. هاد لا شومبرا كوشي بعد ما كانت 16,800,000 الان ولات 15,800,000 وبالنقل والتركيب ل 48 ولايه، ناس الشرق ناس الغرب ناس الشمال ناس الصحراء، النقل والتركيب راه علينا، كونكم مهنيين ما عليكم غير دركا تتصلوا بينا وديروا طالب وراح تكون عندكم في اسرع وقت، في اسرع وقت نقدروا حتى مام في نفس اليوم تكون عندكم لا شومبر تاعكم، ما عليكم غير تتصلوا بينا عبر الارقام تاعنا اللي تلقاهم في اول تعليق ولا في وصف الفيديو وحنا رانا معاكم. خاوتنا واحبابنا نروحوا نشوفوا هذا لا شومبر كوشي في النظره الليليه باش ناكد لكم على اللاد تاعها كيفاش يخرج في النظره الليليه تاعها. خاوتنا الان كما قلنا لكم راكم تشوفوا فيها في النظره الليليه، كما قلنا لكم نروح لكم ديريكت خاوتنا للاد تاع لي طاب دو نوي. شوفوا كيفاش يبان خاوتنا ليد، ما عرفوا كيفاش يجيريوه الصناع تاعنا، عرفوا كيفاش يجيريو هذا الولاد اللي خرج سوفت الله يبارك وما شاء الله. شوفوا خاوتنا الولاد تاع لا تيت دو لي مع الولاد اللي جاي في الوسط تاع لا غاردرو الله يبارك وما شاء الله. خاوتنا هاد لا شومبرا كوشي الان ولات ب 15,800,000 ولو باك تاعها يقعد توجور اون بروموسيون اللي فيه سومي كوفري الماطلا دي ترونت بورتمونتو البوف وزوج مخايد ومسند 3 ملايين بر، يعني السعر تاعها 15,800,000 والسعر تاع لو باك بروموسيون اللي يدير 3,000,000 راح تدي شومبرا كامله مكموله من كل شيء ب 18,800,000 بالنقل والتركيب ل 48 ولاية، بالنقل والتركيب ل 48 ولاية. خاوتنا ما تنساوش الإعجاب والاشتراك بالقناة ونشر الفيديو إن أمكن باش تدعمونا وتدعموا المنتوج الوطني. نشكركم خاوتنا، ومن هذا المنبر نوجه تحية لكل العمال الصاهرين على محل أثاث ثقة. نشكركم خاوتنا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.